لا تحارب في أكثر من جبهة في نفس الوقت، ولا تطلق النيران إلا على قدر ذخيرتك. فالعاقل هو الذي يعرف متى تكون المواجهة ومتى يقبل بالحلول الوسط. أهلا بكم في عسكر إيطاليا. احتفالاً بالذكرى 90 لتأسيس الجيش وخلال عرض عسكري، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالإسراع في تعزيز ترسانة بلاده النووية. كيم هدد أيضاً باستخدام السلاح النووي للرد على أي محاولة لانتهاك مصالح البلاد، كما طالب أيضاً قواته النووية بالاستعداد التام للتحرك في أي وقت. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها قامت بتسليم القوات الأوكرانية مسيرات كاميكازي من طراز فينيكس غوست، والتي قام سلاح الجو الأمريكي بتصميمها لتلبي مواصفات طلبها الجانب الأوكراني. مسيرات فينيكس غوست مزودة برؤوس حربية تستخدم في الخطوط الأمامية بهدف الاستطلاع، ثم تنقض على الهدف المصمم ليتم تدميره. يعتقد أن هذه المسيرات مصممة لتدمير الآليات المدرعة. بعد رفضها لفترة طويلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، الحكومة الألمانية تتخلى عن تحفظها وتوافق على بيع دبابات لكييف، وتحديدا دبابات من طراز جيبارد المضادة للطائرات والتي تم تحديثها تقنيا. وزارة الدفاع الألمانية أعلنت أيضا عن خطة لتدريب جنود أوكرانيين داخل وخارج ألمانيا. الأسطول الخامس الأمريكي واحد من بين سبعة أساطيل أمريكية حول العالم، تمتد منطقة عملياته من سواحل باكستان إلى القرن الأفريقي، هذا طبعا بجانب الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر عمان ومضيقي باب المندب وهرمز. الأسطول الخامس أعلن مؤخرا عن إطلاق الوحدة 153 لتأمين الملاحة في منطقة البحر الأحمر، كما أنها تعد الوحدة الرابعة التي يدشنها الأسطول الخامس بالتعاون مع القوات البحرية لدول المنطقة وأيضا بعض الدول الحليفة. لماذا هذه الوحدة وكيف ستعمل، وما الدول أيضا المشاركة في هذه الوحدة؟ حول هذا الموضوع معنا قائد الأسطول الأمريكي الخامس وقائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق البحري براد كوبر. أولا فايس أدميرال براد كوبر، أهلا بك معنا في عسكر إيطاليا. لماذا هذه الوحدة تحديدا، وما هي الدول المشاركة في هذه الوحدة؟ شكرا لاستضافتي. قمنا بتشكيل الوحدة 153 المشتركة للعمل عن قرب مع شركائنا والتركيز على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. هذه المياه حيوية للتدفق الحر للتجارة في المنطقة، وهذه الوحدة ستساعدنا على تعزيز الأمن البحري لدعم التدفق الحر للتجارة. نحن دائما مهتمون بالبحث عن فرص جديدة لتقوية شراكاتنا وعلاقاتنا وتعاوننا في المنطقة، وهذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك. أما عن كيفية مشاركة الدول الأخرى فيمكنك طرح هذا السؤال عليهم، ولكن مثال رائع عن إحدى المشاركات خلال هذا الأسبوع كان إبحار مصر إلى جانب السفن الأمريكية في البحر الأحمر لدعم الوحدة 153. فايس أدميرال، ما هو الإطار القانوني الذي ستعمل تحت إطاره هذه الوحدة التابعة للأسطول الخامس؟ الأطر تتنوع حسب المهام، لكن هناك قاسم مشترك بين كل الأمم 34 المشاركة في هذه الوحدة، وهو الالتزام بالنظام الدولي المرتكز على القانون والالتزام بالتدفق الحر للتجارة عبر المنطقة. هذان جانبان أساسيان اتفقنا جميعا عليهما، وهما ما سنركز عليه خلال تنفيذ مسؤوليات الوحدة 153. وإذا ما عدنا 20 عاما في التاريخ فسنجد أن أول وحدة شكلت في هذه المنطقة تحت القوات البحرية المشتركة كانت بمشاركة 12 دولة ملتزمة بالتدفق الحر للتجارة والنظام الدولي المرتكز على القانون، وفي هذا الوقت نركز على مكافحة الإرهاب. عدد الدول المشاركة ازداد من 12 ليبلغ 34، بينما نستمر اليوم بالتركيز على هذين القاسمين المشتركين. نحن وكل الدول المشاركة نؤمن بشدة بأن تأمين استقرار وأمن الملاحة البحرية أساسه هذان القاسمان. كيف تقيمون التهديدات التي تواجهونها، وكذلك على الجانب الآخر نشاطات عدد من الميليشيات مثل الحرس الثوري أو ميليشيات أخرى متواجدة وتشكل تهديد في هذه المناطق؟
الغالبية العظمى من تداخلاتنا في البحر آمنة واحترافية، وإذا ما فشلت هذه التداخلات بالامتثال لهذه المعايير فنحن نعبر عن ذلك ونجعله معروفا للجميع. استضفت مؤخرا فايس أدميرال تدريبات على منظومات مسيرة، لماذا الاهتمام بالمنظومات المسيرة في التدريبات الأخيرة، وما هي الإضافة التي تمثلها المنظومات المسيرة في عملية التأمين البحري في هذه المرحلة؟ وجدنا أن هذه المنظومات الجديدة، سفن الخدمات غير المأهولة والمسيرات، إذا ما دمجناها بالذكاء الاصطناعي فهي تسمح لنا برؤية المزيد مما يحصل على المياه ولمسافات أبعد مما كنا نستطيع في السابق. الممرات المائية في المنطقة شاسعة وتمتد لمسافة 8000 كيلومتر بين قناة السويس وشبه الجزيرة العربية وصولا إلى شمال الخليج العربي. فوجدنا أن وجود المزيد من هذه المنصات التي تعمل بهذه القدرات تسمح لنا بردع النشاطات غير الطبيعية أو الخبيثة، وهذا الشيء يسعدنا جدا. وهناك جانبان مهمان توفرهما هذه القدرات، فعندما تعمل المسيرات على الذكاء الاصطناعي يوفر لنا الذكاء الاصطناعي القدرة على رسم خرائط أنماط الحياة وكل ما يحصل على المياه، وهذا يسمح لنا باكتشاف النشاطات غير القانونية أو المشبوهة وبالتالي الاستجابة لها بشكل أسرع. أما الجانب الآخر فمن خلال عمل هذه المسيرات على الذكاء الاصطناعي نستطيع توسيع نطاق الرؤية من الشواطئ، فإذا ما كان مدى الرؤية لأي دولة يبلغ بين 15 إلى 30 كيلومترا من شواطئها فهذه المسيرات تستطيع زيادة قدراتها لتصل المسافة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف. هذه الجهود تجري بالتعاون المقرب مع كل شركائنا في المنطقة، ونحن متحمسون لكل الجهود المبذولة ومتشوقون لما سيجلبه المستقبل. فايس أدميرال براد كوبر، شكرا جزيلا على وجودك معنا. مؤخرا قررت الإدارة الأمريكية توفير حزمة كبيرة من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، من ضمنها مدفع هاوتزر طراز M198. سيتم تزويد أوكرانيا ب 72 مدفعا من طراز M198، أي ما يكفي لتسليح 5 كتائب مدفعية. هذه المدافع تستخدم لإطلاق نيران ثقيلة بهدف صد هجوم أو تغطية تقدم قوات تنفذ عملية هجوم. هاوتزر 198 مدفعية غير مباشرة، أي أنها تتمركز في الخطوط الخلفية. كما تطورت هذه المدفعية حتى باتت تستخدم تقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية في عمليات القصف وكذلك في توجيه النيران. مدفع هاوتزر 198 كان حاضرا في ساحات الحروب بالمنطقة، حيث استخدمته القوات الأمريكية في حرب الخليج الثانية وكذلك أيضا في أفغانستان. آخر المعارك التي حقق فيها هذا المدفع شهرة كانت عملية فجر الجرود شمال شرق لبنان في عام 2017، حينما قامت الإدارة الأمريكية بتزويد الجيش اللبناني بذخائر ذكية من طراز كوبرهيد الموجهة بأشعة الليزر لطرد عناصر داعش من هذه المنطقة. أهمية مدافع الهاوتزر اليوم تكمن في نوعية الذخيرة التي تستخدمها، حيث يستطيع مدفع M198 إطلاق قذائف مزودة بدافع صاروخي مساعد لمدى يصل حتى 30 كيلو متر. كما يستطيع مدفع M198 إطلاق أنواع عديدة من القذائف مثل القذائف الإنشطارية أو الفسفورية والتي تلقي ألغاما مضادة للمدرعات. على الجانب الآخر قذائف أخرى مثل القذائف الذكية مثل كوبرهيد التي تستخدم تقنية الاستشعار المغناطيسي لاستهداف الآليات والعمليات المدرعة.
بعد الفاصل، الناتو يعيد حساباته العسكرية على خلفية التحذيرات الروسية. بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما زالت الدول الغربية مستمرة في إرسال الأسلحة، وكذلك التحذيرات الروسية من استمرار هذه الإمدادات إلى أوكرانيا لا تتوقف. هل فعلا أصبحنا أمام مواجهة غير مباشرة بين الناتو وروسيا في أوكرانيا؟ هل علينا أن نصدق تحذيرات وزير الخارجية الروسي من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة؟ وما هو الحد المسموح بالنسبة للناتو للتورط في هذه الحرب؟ هذا ما سنناقشه مع الدكتور أندريا جيلي، كبير الباحثين في كلية الدفاع لحلف الناتو وأيضا مستشار الحلف. دكتور أندريا، أهلا بك معنا في عسكريتاريا. بعد أكثر من شهرين على المعارك، هل أنت متفاجئ من النتائج على الأرض أم أنها منطقية وطبيعية بالنسبة لكم في حلف الناتو؟ شكرا لدعوتي للمشاركة في برنامجكم. سأجيب بصفتي الشخصية ولن أتحدث بشكل رسمي نيابة عن كلية الدفاع لحلف الناتو. أعتقد أن ما نشهده على ساحة المعركة هو مفاجئ بشكل ما، لأننا لم نتوقع مواجهة الجنود الروس لهذه المشكلات والتحديات، والبعض من هذه المشكلات ربما كان متوقعا، إلا أن العديد منها كان أغلب الخبراء والمحللين يظنون أنها غير ممكنة. وأنا هنا أتحدث عن أن المشكلات اللوجستية ومشكلات الاتصال والأخطاء التكتيكية على مستوى العمليات هي في الحقيقة أبعد مما توقعه الخبراء. دكتور أندريا، شكل المساعدات التي يقدمها الناتو وتقدمها الدول الغربية حاليا لأوكرانيا، هل تعتقد أنها ستكون مناسبة خاصة مع تغير طبيعة المعارك الآن؟ ما نشهده حاليا هو مواجهة بين نوعين من القوات بالتنظيم والعتاد. أوكرانيا هي بلا شك الطرف الأضعف في هذه المواجهة. دول الغرب والمجتمع الدولي بشكل عام كانت داعمة لحق أوكرانيا في الدفاع عن سيادة أراضيها ومقاومة هذا الغزو الدموي غير المبرر. أوكرانيا أقل مساحة، وحرب الاستنزاف على مواردها ستلعب دورا كبيرا على المدى البعيد، كما أننا نعرف أن روسيا تعاني في محاولاتها للتمدد خاصة في منطقة دونباس حيث تركز عملياتها هناك. أمل في انتهاء الحرب قريبا، والمحادثات ستعيد سيادة وحرية المواطنين الأوكرانيين، ولكنني أخشى أن تكون روسيا غير راغبة في هذه المرحلة في وقف الحرب والبحث عن حل مستدام. دكتور أندريا، على الجانب الآخر، روسيا لا تتوقف عن التهديد وكذلك عن التحذيرات بالنسبة للدول التي تقوم بإمداد أوكرانيا بهذه المساعدات العسكرية. كيف تعتقد بأنه يتعامل الغرب ويتعامل الناتو مع هذه التهديدات، وهل يأخذها على محمل الجد أم لا؟ روسيا تهدد الأمن الأوروبي منذ 15 عاما، فقد بدأت بانتهاك المجال الجوي لدول البلطيق في وسط العقد الأول من الألفية الجديدة، ويتزايد منذ ذلك الوقت. كما قامت روسيا بمحاكاة الهجوم النووي على ستوكهولم عاصمة السويد التي هي ليست عضوا في الناتو. مثل هذه التهديدات والاعتداءات المباشرة ضد دول الناتو المختلفة تتزايد مع مرور السنوات. أما التهديدات التي أطلقتها روسيا اليوم ضد الناتو والاتحاد الأوروبي والدول الغربية بشكل عام، فهي السيناريو الذي شهدناه سابقا وهو مفهوم، لأن الحملة الروسية تجري بشكل سيء جدا، وربما يرغبون في تحقيق بعض النتائج ولذلك يقومون بالتصعيد. ولكن هذا يجب ألا يردعنا، لأن من المهم المحافظة على القانون الدولي وقدسية سيادة الشعب الأوكراني. دكتور أندريا، أي عملية عسكرية أو أي حرب لها تبعات عسكرية، برأيك ما هي التبعات العسكرية على دول الناتو بعد الحرب على أوكرانيا؟ وهل فعلا يختلف العالم ما قبل هذه الحرب غير العالم الذي نعرفه بعد الحرب على أوكرانيا؟
Thank you. That's a very important question. There are direct and indirect effects. الحرب في أوكرانيا لها آثار مباشرة على الأمن الأوروبي، فنحن نعرف أن دول الغرب وأوروبا ستزيد من إنفاقاتها العسكرية، كما ستعاني بسبب تكلفة الحرب الاقتصادية. ومثال آخر هو زيادة أسعار الطاقة، كما أعتقد أن الحرب غير المباشرة واسعة مثل زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية التي ستكون لها آثار أوسع بكثير من أوكرانيا ومنطقة الأطلسية الأوروبية، وستؤثر على بعض الدول الفقيرة والنامية مثلا في أرجاء العالم كافة، كما ستبرز ديناميكيات جديدة حيث إن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، والعديد من الدول تعتمد على منظومات الأسلحة الروسية لدفاعها، والعقوبات المفروضة على روسيا ربما ستقلص قدرات مصنعي الأسلحة الروسية لتطوير منظومات الأسلحة الجديدة والمحافظة على المنظومات الحالية، كما شاهدنا مؤخرا إلغاء الهند صفقة طائرات مروحية، فكثير من الدول ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع روسيا، كما ستتشكل تحالفات جديدة لأن الطاقة ضرورية للنمو الاقتصادي، ونحن نعرف أن روسيا من أكبر الدول المنتجة للغاز والنفط، وهذا سيولد تحالفات جديدة في السياسات الدولية. لكن كل هذا ليس سوى البداية، ومن الصعب استشراف ما سيحصل خلال العامين أو الخمسة أو العشرة القادمة. دكتور أندريا جيلي، كبير الباحثين في كلية الدفاع لحلف الناتو ومستشار الحلف، شكرا جزيلا على وجودك معنا في عسكري تاريخ. Thank you very much to you. It was a pleasure. من أكثر الاختراعات منفعة للبشرية في قطاعات متعددة، إلا أن الهدف الرئيسي الذي أدى إلى اختراعه وإدخاله الخدمة عام 1939 كان بالأساس هدفا عسكريا، الرادار. كلمة رادار تعني تحديد المكان والمسافة عبر موجات الراديو. تم اختراع الرادار نتيجة مجموعة من الاكتشافات والأبحاث بدأت في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر مع علماء مثل الألماني هاينريك هرتز، وكذلك استكملت في مطلع القرن العشرين مع علماء آخرين منهم الباحث البريطاني روبرت وات. بريطانيا هي أول دولة استخدمت الرادار بفعالية بعد انطلاق الغارات الجوية الألمانية على الجزيرة البريطانية بنية اجتياحها، إلا أن شبكة الرادارات البريطانية على طول الساحل مكنت المقاتلات البريطانية من معرفة مكان وزمان وصول القاذفات الألمانية واعتراضها. ألمانيا كانت ثاني الدول التي تستخدم الرادار لكشف غارات الحلفاء، وما أن كشفت المعارك أهمية الرادار بدأت القوى والدول الأخرى باستخدامه ونشره على أراضيها، وكذلك على مدمراتها وبوارجها البحرية لتحديد مواقع الطائرات وأيضا السفن بهدف تعزيز عملية الإنذار المبكر وتوجيه النيران الدفاعية. بات الرادار حاجة أساسية أيضا على جانب آخر في المطارات والمرافق البحرية كافة، كما جرى تطوير أنواع منه لاستخدامها على متن الطائرات لكشف محيط الطائرة ومنع عمليات الاصطدام. لاحقا تم استخدام الرادار كوسيلة أيضا لتوجيه الصواريخ المضادة للسفن والطائرات. لكن مع ظهور الكمبيوتر توسعت أعمال الأبحاث وتضاعفت قدرة الرادار، حيث بات قادرا على رصد أهداف على بعد مئات الأميال مثل الصواريخ الباليستية والجوالة، وحتى الأهداف الصغيرة مثل قذائف المدفعية وأيضا طائرات الدرون الصغيرة.
من دون الرادار لا وجود لمنظومات الإنذار المبكر في عالم الدفاع اليوم، وكذلك لا وجود للصواريخ الموجهة بكافة أنواعها. من أكبر التحديات التي تواجه أي قيادة هو كيفية التعاطي مع المدنيين في وقت الحرب، وكذلك كيفية توفير ملاذات آمنة لهم في حالة تطور الأمور وخروجها عن السيطرة. من هنا جاءت استراتيجية الدفاع السلبي. الدفاع السلبي هو وسيلة تأمين وحماية الجبهة الخلفية للدولة، أي المدنيين والمنشآت الحيوية، وتعزيز صمودهم. تقع مسؤولية الدفاع السلبي على قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني التي عليها تأمين وسائل الحماية للمدنيين في أوقات الحرب أو التهديدات الأمنية الكبيرة من مجموعات إرهابية. وتقوم معظم الدول المتقدمة بتشكيل جهاز لإدارة الأزمات يشرف على وضع خطط للتعامل مع سيناريوهات تهديد مختلفة، وتدرب القطاعات المعنية كافة عليها. متطلبات الدفاع السلبي وجود ملاجئ تحت الأرض ضد القنابل مجهزة لاستيعاب أعداد المدنيين في مناطق وجودهم، وأن تكون هذه الملاجئ مزودة بالمياه ومعدات طبية للإسعاف وبعض المواد الغذائية ومولدات كهرباء للطوارئ وأسرة. وعلى السلطات نشر صفارات إنذار في المدن والمناطق السكنية لاستخدامها أوقات الحروب والطوارئ. متطلبات الدفاع السلبي الجيد استمرارية وجود وسائل تواصل بين القيادة والفرق العاملة على الأرض، وإمكانية التواصل بين المسؤولين والمدنيين لإيصال التوجيهات لهم عند الحاجة. ويتم تعزيز الدفاع السلبي عبر امتلاك مستشفيات ميدانية ومستوصفات نقالة توفر للمدنيين خدمات طبية في المناطق النائية أو البعيدة عن أي مستشفيات. فهدف الدفاع السلبي هو مساعدة الشعب على الصمود وزيادة مستوى المناعة لديه ضد التهديدات كافة. حلقة عسكري تاليا لهذا الأسبوع قد انتهت. الأسبوع المقبل المزيد من الأسلحة والمزيد من الصفقات. في أمان الله.